بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي بارت بها كل شيء فخذ على كل شيء فذل له كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصيان اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النوام اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأت اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك صال خادم متبدل خاشع أن تصارخني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانا وفي جميع الأهوال متواضعا اللهم بسألك صال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وهدم فيما عندك رغبته اللهم أدم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك ولاك
اللهم مولايا كم من غبي سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من إثار بقيت وكم من مكروه دفعت وكم من صلاة جميل لست أهلا له نشرت اللهم أضم بلائي وفرت بي سوء حالي وقصرت بي أمالي وقعدت بي أغلالي وأبسني أن في بعد أمالي وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بجرايتها ومتالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا ينجب عنك دائي سوء عملي وفعالي ولا تفضلني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وساعتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك حليم في كل الأعمال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسألك شجب ذري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي وكمل اتبعت في أبا نفسي ولو أترس فيه من تزين غدر فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الغضب فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا وجهة لي في ما جرى علي فيه غضبك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تبصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مغرّاً مذنباً مهترفاً لا أجد مفرّاً مما كان مني ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمري غير قبولك وذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شدة وثاقي يا رب رفع بدني يا رب ودقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي
حمدي لابتدا كرمك بسالف بر جبين يا إلهي وسيدي وربي أتراك مؤذبي منارك بعد توليدك وبعد من توال لي قلبي من معرفتك وله جبهي لساني من ذكرك وأتبع له ذميري من ربك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم ممن تذكي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورغمت فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولا أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن رتبت بتوحيدك صادقا وبشكرك عبادت وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى غمار رغبت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار سات الى اوطان تبد کتاب و اشارت باستغفار کمدنا ما لا کتبت نبک ولا اخبرنا بفضل کمک یا کریم و یا رب یا کریم و وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا إن ذلك بلاء ومكروه قليل مكتوب يسير بقاؤه قصير مدته فكيف توالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكارم فينا وهو بلاء تطول مدته فيدوم مقامه فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا من غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الذليل الذليل الأغير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب كي لعلي من عذاب وشدة أم لطول البلاء بمدة فلئن سيرتني للعقوبات مع دانك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرغت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على عدل نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك.
فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لابد جن اليك بينا بهذا جي جلال ولا صرخن اليك صراخ المستسرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا ناديك اين كنت يا ولي المؤمنين يا غايه امال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا اله العالمين افتراک سبحانک یا الهی و بحمدک تسمع فی صوت عبد مسلم سجن فی به مخالفت و داغت مدار آب معصیت و مبس بین اطباق آب جرم و جریرت و هو بید جو الیک دجیج محمل لرحمتک و یونانی که به لسان اهل توحیدک و یتوسل الیک به ربوبیتک یا مولای فکیف یبقا فی العذاب و هو بید جو ما سلف من علمک ام کیف تعلم الله و بگم لفظم که و رحمتک هم کیف یار قولی بها و انت تسمع صوتت و ترا مکانت هم کیف یشتمل علی زفیرنا و انت تعلم ضعفا هم کیف یتغلغل بین اطباقها و انت تعلم صدقا هم کیف تزجر و زبانیتها و هو بینادی که یا ربم هم کیف یرجو فضل کفی اتقیم ها و تدرکو فی ما حیات ما دال کفتن بک ولل معروف من فضل فلا مش بقول ما عملت بالمبن ديما من برك وإنسانك فمن يقين أكتم لولا ما حكمت به من تهذيب جانبك فقضيت به من إخلاد ما ندينك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكن لك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين و انت جل ثناؤك قلت مبتدا و تتبنت به نام متکلما افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون الهی و سیدی فأسألك بالقدرة التي قدرتها فبالقضية التي أتمتها وأكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل أبرته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكوتي الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني
وجعلتهم شهودا عليها مع جبارهم فكنت أنت الرقيب علي من ضرارهم والشاهد لما خفي عنهم فبرغمتك أخفيتها فبفضلك سترتها وأن توفر ربي من كل خير أنزلتها أو إنسان فضلتها أو بر نشرتها أو رزق بسطتها أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا من بيدي ناصيتي يا غريما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفدري وفاقتي يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك بعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا فأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واندا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي مؤبلي يا من إليك شكوت أهوالي يا رب يا على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوارحي وأبني الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فجده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسب زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك وأعتق عليك بمجدك وأفذني برحمتك واجعل لساني بذكرك على نجاح
وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي فاغفر زلتي فانك بغيت على عبادك بعبادتك فامرتهم بدعائك فضمنت لهم الاجابة فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي فبلغني مناي فلا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الله يا سريع يا سريع الله يا سريع الله اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دبا وذكره يا من اسمه دبا ذكره شفاء يا من اسمه دبا وذكره شفاء فتاعت مغنى ارهب من رأس مال الرجاء وسلام البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد افعل بي ما انت اهل وصلى الله على رسوله وأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.